مع المركز الأول، بينما في المركز الثاني منارة غصاب بن مصبح راعي الطير العامري على المركز الثاني. ثالث المراكز، المركز الآن الثالث، من تحمل لنا الرقم 23 اسمها غير مدون أعتذر من مالكها الإذاعة. بينما المركز الرابع هنا الشاهينية خليفة بن سعيد الحميري، بينما في المركز الآن الخامس أيها الإخوة هناك مياسة راشد بن خليفة المرة النيادي على المركز الآن الخامس. وفي المركز السادس جبارة رغش بن محمد بن خيرات مع المركز الآن السادس. السابع المراكز أيها الإخوة، هنا الوصول المتميز من قبل زلهودة أحمد بن سعيد بن هويد الكتبي، مرحبا يا أبو سعيد بهذا الشعار. بينما هنا الوصول المتميز من الجانب الآخر من الأسماء المشاركة بكل قوة، هناك اسم سرابة سهيل بن محمد بن الحطم العامري. بينما في المركز السابع أو المركز الثامن هنا الوصول المتميز من انتصار محمد بن أحمد بالعكوي العامري. وفي المركز التاسع هناك الذيبة سعيد بن راشد مع المركز الآن التاسع. وفي المركز العاشر حشيمة سالب بن عتيق بالقوم على عاشر المراكز. النداء الأول أيها الأخوة بالنسبة للمراكز الأولى المتقدمة، وهذه السيارة، السيارة الثمينة، وهناك المهرجانات، وهناك الخير، وهناك أيضا ميدان الاحتفالات بعد الساعة الخامسة. التواصل دائما بسباق العرض الطويل ما شاء الله. هنا أيضا العادات والتقاليد، وهنا المحافظة على هذا التراث العريق. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط. هنا راعي الطيرة، راعي الطيرة يا سلام، من احتل المركز الأول، هنا من تقدم، هنا منارة واضحة، علم واضح، العلم الذي لا يخفى عن هذه المقدمة. هنا غصاب راعي الطيرة العامري على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أيها الأخوة، المركز الثاني، المركز الثاني هنا قدوم أيضا من المياسة راشد بن خليفة بالمر النعيمي على المركز الآن الثاني. بينما في المركز الثالث هناك أيضا الهنوف، وتعود ملكية الهنوف علي بن عبد الله الحميدي بن عبد الله الشامسي على المركز الخامس. سادسا جبارة رغش بن خيرات من تحتل المركز الآن السادس. هنا أيضا الأسماء، هناك أيضا المركز السابع، الوصول والتميز من فجر علي بن حمودة الظاهري مع المركز الآن المركز السادس أيها الأخوة. بينما سابع المراكز، المركز السابع من تحمل لنا الرقم 28 وأيضا أحد المجهولات من تشاركنا، الذي الشعار لم كنت تتمنى دائما ولكن يبدو أن شعار بالنصر من يشاركنا، حمد بن سالم، حمد بن سالم من يشاركنا في هذه المسيرة. بينما هناك زلهودة أحمد بن سعيد بن هويد الكتبي مع هذه الانتقالة ومع هذه الأسماء العملاقة. بينما هناك الزاوية الأخرى شعار سهيل بن محمد بالحطم اللي هي سرابة، وأيضا هنا وصول من انتصار محمد بن أحمد بالعكوي العامري. أعود إلى المقدمة والسيارة، السيارة الثمينة بانتظار الفائز من هو سعيد الحظ. أعود إلى رأس مقدمة هذا الشوط، أعود إلى الناموس، أعود عند النفوس القوية التي لا تعرف اليأس أبدا. هنا منارة غصاب مصبح راعي الطيرة العامري، أو غصاب من اغتصب القوة واغتصب قيادة في هذا الشوط هنا مع المركز الأول. بينما في المركز الثاني مياسة راشد بن خليفة النعيمي على المركز النيادي على المركز الآن الثاني. بينما ثالث المراكز هناك الشاهينية خليفة بن سعيد الحميري على المركز الثالث. المركز الرابع أيها الأخوة هنا شعار الحميدي، الحميدي اسمها الهنوف، من تتحمل هذه القيادة على المركز الآن؟ المركز الآن الثالث أو المركز الرابع الآن، من احتلت المركز الرابع؟ هنا هنوف، من تحتل المركز الرابع وتعود ملكيتها للحميدي بن عبد الله الشامسي على المركز الرابع. المركز الخامس أيها الأخوة، يا سلام، مزايين ومزايا. وهنا شعار سالم،
حمد بن سالم بن نصرة العامري، بينما هناك عليا عبد الله بو فارس من تحتل المركز السابع الآن، بينما في المركز الثامن هناك سرابة سهيل بن محمد بالحطم على المركز الثامن. المركز التاسع أيها الأخوة سلهودة أحمد بن سعيد بن هويدن الكتبي، وعاشر المراكز هنا الوصول من الشاهنية عبد الله بن محمد الرميثي مع المركز العاشر. إذا الانعطاف الأخير، الانعطاف الأخير أيها الأخوة ويا أخوي الجمري، لحقني المقدمة أبى أشوف هناك هل من منافس، هل من منافس لفجر؟ ولكن شهامة عاطف بن عطية القرشي من احتلت المركز الأول، من تلألات على المقدمة. وفي المركز الثاني هناك المركز الثاني عبد الله بن الحميدي أو الحميدي بن عبد الله الشامسي من احتلت المركز الثاني، وهناك أيضا رغاش بن حمد بن خيرات من تتجاوز جموع المشاركين على المركز الثاني. ثالث المراكز منارة غصاب بن مصبح عطيره العامري ثالث المراكز، وهناك الأسماء القوية علي عبد الله بن فارس من تشاركنا، وهناك سالم بن محمد بن نصرة، وهناك الأسماء القادمة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سهيل بن محمد بن حطام العامري، وهنا وصول أيضا من قبل الشاهنية عبد الله بن محمد الرميثي، وهناك أيضا وصول من حاف سالم بن عوي الشامسي مع المركز المتقدم. الله 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 الله، وهنا الوصول المتميز من قبل حياب بن مطر بن حاذر الكتبي، واسمها رواية وإن شاء الله تكون الرواية سليمة يا بن مطر، بينما هنا الوصول من انتصار محمد بن أحمد بالعكوي العامري. الله الله، أعود إلى المقدمة، أعود إلى صدارة هذا الشوط، والمقدمة الشهامة الشهامة عاطف بن عطية القرشي من تقدمت جموع المشاركين، ورغش بن حمد بن خيرات من الجانب الاخر مع مشاركة جبارة. المركز الثالث هناك ايضا الشاهنية عبد الله بن محمد الرميثي، وهنا ايضا الوصول المتميز من قبل مرح سعيد بن خلفان الغويص، مرح الخير تبحث النقاط المتكررة لاسم الغويص الذي شاركنا بالفوز وبالانتصار، وهناك ايضا شعار بالعكوي وصل مع انتصار محمد بالعكوي العامري. ومن الزاوية الاخرى الذيبة سعيد بن راشد بن حبيبة، سعيد بن راشد من يشاركنا هناك، وايضا هني وصول من سرابة سهيل بن محمد بالعطم. ولكن أعود مع المقدمة الخمسمائة متر الأخيرة، السلام وين؟ الناموس وين؟ مع مرح حتى هذه اللحظات مرحت مرح فرحت مرح وأفرحت مالكها. الله سيف بن خلفان الغويس، سيف بن خلفان الغويس المركز الثاني هناك رغش بن حمد بن خيرات مع جبارة، جبارة من تلاحق. والمركز الثالث هناك أيضا انتصار محمد بن أحمد بالعكوي، ولكن السلام عيناوي، السلام عيناوي مثل ما قال بن مية، مثل ما قال بن مية هنا أيضا لحظات الوصول، لحظات الناموس، لحظات الحسم. رغش بن حمد بن خيرات وسالم، سالم يا بن علي المسعودي أشكرك، أشكرك على هذا الفوز. سلام عيناوي، سلام عيناوي، سلام جنوبي، وسلام للعين بكبرها على المركز الفوز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني مرح سيف بن خلفان الغويص، المركز الثالث لمحمد بن أحمد بالعكوي، المركز الرابع هناك الشاهنية عبد الله بن محمد رميثي، المركز الخامس هناك سرابة سهيل بن محمد بالحطم، والمركز السادس أيها الأخوة حياب بن مطر بن حاذة، والسابع المراكز سعيد بن راشد اللي هي الذيبة. هكذا السيارة تغادر في حفظ من الله ورعايته، والتوقيت الزمني 9:21 و9 أجزاء. هذه هي جبارة، وهذه هي سلالة هملول، السلالة المعروفة، هذه هي لحظات التهاني وخبير الزعفران من يرافق المراكز المتقدمة علي بن سليمي الوهيبي له جزيل الشكر. وهناك التهنية لسالم بن علي المسعودي، الكلمة تعود للزميل عبد الله عثمان العمدة مع شوط الختام، البداية بالورد والختام مسك إن شاء الله مع الزميل عبد الله عثمان العمدة.